أهلا بكم، نأتيكم طبعا من الرياض الآن من قمة العشرين، تنعقد بعد حوالي الساعة من الآن الجلسة الافتتاحية لهذه القمة بعد عام طويل لرئاسة المملكة العربية السعودية والعديد مئات الاجتماعات التي انعقدت بين الدول والمجتمعين. تأتي هذه السنة إلى نهايتها الآن، وبالتالي نسمع بعد قليل في الجلسة الافتتاحية البيانات المتتالية. يوم غد ستكون جلسة الإغلاق، وطبعا سوف نسمع من هناك أيضا التوصيات التي تصدر عن مجموعات الأعمال. أبدأ من آخر المحطات التي تسبق اجتماع قادة دول مجموعة العشرين، وهي الإحاطة الإعلامية التي سمعناها قبل قليل من وزير الاستثمار السعودي السيد خالد الفالح، والتي كان عنوانها التعاون لتوفير الضمانات للمستثمرين العالميين. عدة نقاط تطرق إليها المهندس الفالح، وأبرزها تأكيده بأن أزمة كورونا لم تمنع السعودية من المضي في تنفيذ رؤية 2030، بل أنها دفعتها إلى مضاعفة الجهود للالتزام بهذا المسار. كذلك قال الفالح أن المملكة ومن خلال رئاستها للمجموعة عملت على إعادة إحياء دور المنظمات المتعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية وغيرها. وعن اقتصاد المملكة أيضا قال بأنه تجاوز محنة كورونا، وأعلن بأن السعودية تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خالصة العام المقبل. وأيضا تحدث عن ضرورة تحصين طبعا الاقتصاد والمملكة في ظل الأجواء التي يعيشها العالم. وزير الاستثمار السعودي قال أيضا بأن رؤية 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط صارت أكثر رواجا اليوم من أي وقت مضى، وأن السعودية تخرج من جائحة فيروس كورونا باقتصاد قوي. ويسرني أن أستضيف معي هنا الآن في الاستوديو المهندس خالد الفالح. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد، شكرا لك على هذه الإحاطة التي أعطيتناها قبل قليل. أنا أود أن أسألك سؤال، خلال الإحاطة ذكرت بأنه مع بداية جائحة كورونا، مع دخول العالم في هذه الأزمة، يبدو بأنه أصبح هناك نوع من الفراغ، فراغ في القيادة، وكان العالم يبحث عن تلك القيادة، فتقدمت مجموعة العشرين لتملأ ذلك الفراغ. في ظل هذا الحدث، ماذا أصبح دور المؤسسات المتعددة الأطراف المالتيلاترال أورجانيزيشنز مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي WTO WHO أيضا؟ نعم، شكرا على الاستضافة، سعيد أني أكون معكم في قناة الشرق، وسعيد بالحضور الإعلامي المميز في الرياض هذا الأسبوع للمشاركة في تغطية حدث تاريخي للعالم، لأنه سنة 2020 ستبقى مخلدة في التاريخ كسنة استثنائية واجه فيها العالم عدة أزمات متوازية. وأنا أود أرجع وأقول أنه حتى قبل بداية العام وقبل فيروس كورونا في ووهان في الصين، كان النظام العالمي يعاني من شروخ بدأت تظهر وبدأت تعمق يوما بعد يوم، شروخ في نظام التجارة العالمية والحرب التجارية التي شاهدناها السنتين الماضية، حروب من ناحية تنافسات سياسية وأقطاب متنازعة على التنافس العالمي، وأيضا ضعف في بعض منظمات متعددة الأطراف كما أشرت في السؤال. كل هذه بدأت يعني تضع ظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى النظام العالمي، وبدأ العالم يتساءل ماذا بعد العولمة، وكأن العولمة قد انتهت، وأن الاهتمامات ستكون وطنية، يعني ناشوناليزم مقارنة بالجلوبالايزيشن. المملكة كانت وما زالت تؤمن بأهمية العمل العالمي الجماعي مع التركيز على الاهتمامات الوطنية لكل دولة. نعم. هذا نهج أساسي لسياستنا في المملكة، العمل الجماعي الدولي من خلال المنظمات الدولية ومن خلال العمل المشترك. لا يقلل اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بالشعب وبالوطن وبالاقتصاد، وأن يتقدم على الاقتصادات الأخرى. ولكن أعتقد الأزمة أظهرت أنه مهما كانت الدولة قوية
حتى الاقتصاد الأول في العالم أو الثاني في العالم، وجدنا أنهم معتمدين على العلاقات التشاركية بينهم وبين الدول الأخرى. وجدنا أن التجارة العالمية التي هي نمت بأضعاف مضاعفة كنتيجة للعولمة والجلوبالايزيشن كانت هي المنقذ لوصول الأدوية والمواد الحساسة للعلاج الطبي والغذاء وسلاسل الإمداد للمصانع المختلفة في وسلاسل الإمداد المختلفة في كافة أرجاء العالم. حكومة المملكة العربية السعودية يعني تصدت لهذه الأزمات المتزامنة وقامت بدور قيادي لم يقم به أحد. يعني القمة كانت مبرمجة في نوفمبر من السنة الماضية. دعا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله إلى قمة استثنائية في شهر 3 عندما كانت كوفيد 19 ما زالت غير معروفة بالكامل وأثرها الصحي والاقتصادي، واتفق وأقنع القادة الآخرين بأن يتخذوا إجراءات استثنائية بما فيها مساعدة الدول الأقل حظاً واللي هي بحاجة، وقبل ذلك التصدي للأزمة الصحية وتخصيص مبالغ كبيرة جداً ل 21 مليار دولار للتصدي الطبي العالمي للجائحة. فأنا أعتقد أثبتت المملكة أنه العمل الجماعي وأن المنظمات متعددة الأطراف ضرورية جداً، وفي نفس الوقت نعترف أن الكثير منها بحاجة إلى تحسين وإصلاح. المملكة لم تكن تدافع عن هذه المنظمات لمجرد وجودها، بل يجب أن تعمل بكفاءة أعلى، وكانت هناك عدة مبادرات أطلقت هنا في الرياض لإصلاح بعض هذه المنظمات بما فيها منظمة التجارة الحرة. بما فيها WTO. ذكرت موضوع منظمة الحرمين في الرياض انيشيتيف. نعم. ممكن بس تعطينا تفصيلا كيف ممكن لفكرة مثل هاي ممكن تساهم بدفع هالمنظمات المتعددة الأطراف لتغير النموذج عملها يعني وتقدر انها طبعا اصلاحات تتماشى مع التطورات اللي صايرة بالعالم. نعم، اولا الاصلاحات كاصلاح اي منظمة سواء كانت وطنية او شركة قطاع خاص، الإصلاح عمل يعني ممنهج تقوم فيه المؤسسة بدراسة إجراءاتها، الحوكمة، اتخاذ القرار، الشفافية، الأولويات تكون صحيحة وأن تكون مقنعة للشركاء. شركاء المنظمات هذه هم الدول الأعضاء، فلا تستطيع مجموعة العشرين برئاسة المملكة أو رئاسة أي دولة أخرى أن تفرض تفاصيل الإصلاح على أي منظمة سواء كانت منظمة التجارة ولا لا. ولكن الدول المؤثرة عالميا التي لديها أكثر من 80% من حجم الاقتصاد العالمي هي كلها على طاولة واحدة في مجموعة العشرين. إذا أضفنا لها الدول المؤثرة التي دعيناها أيضا للقمة فالنسبة تكون أعلى. إذا اتفقت هذه الدول على المبادئ الأساسية للإصلاح وإطلاق التجارة العالمية تحت مبادئ تتعامل مع القرن 21 كما طالبت المملكة، المملكة طالبت كتوجه لرئاستها لمجموعة العشرين أن تكون الحلول موائمة للقرن 21. كثير من المنظمات العالمية أسست قبل 40 أو 50 سنة لحقبة زمنية مختلفة. الدول النامية نمت كثيرا خلال هذه الفترة، فبالتالي دورها في التجارة العالمية وفي هذه المنظمات تغير ويجب أن تعامل معاملة مختلفة. صحيح. فكل هذه المبادئ تم نقاشها والاتفاق عليها وبتكون هي نقطة البداية عندما تختار منظمة التجارة العالمية أمينها العام الجديد وتبدأ في مسيرة الإصلاح التي اتفق عليها هنا في الرياض. قلت إذا اتفقت دول العشرين ومعها المنظمات الأخرى، قلت إذا اتفقوا، هل في التوافق هذا موجود؟ هل في هالالتزام الآن؟
نعم، أنا أعتقد أنه من خلال البيان المشترك اللي طلع قبل شهرين من وزراء الاقتصاد بوزراء التجارة والاستثمار، هناك توافق على الخطوط العريضة لإصلاح المنظمة، منظمة التجارة. هذه الرحلة ستستغرق وقت، يعني لن تكون بين ليلة وضحاها. فأنا أتوقع كما ذكرت أن يكون الحديث في جنيف في مقر المنظمة، ومتفائل إن شاء الله أنه أهمية التجارة العالمية وعدم قدرة أي دولة في العالم مهما كانت قوية أن تعمل خارج إطار العمل المتعدد الأطراف مع العالم بشكل عام. ذكرت انه من طبعا الاولويات والدور اللي لعبته السعوديه خلال رئاستها لمجموعه العشرين خلال فتره هذا العام، كان الدور بيتطلب منها طبعا انها تقوم بكل الالتزامات لمجموعه العشرين، لكن بالاضافه الى ذلك كان في مسؤوليه كبيره بالمحافظه على المسار اللي المملكه كانت عليه واللي هو مرسوم طبعا من باطر رؤيه 2030. هل استطعتم بالفعل البقاء على هذا المسار؟ نعم، الأولويات طبعا كانت واضحة، والتوجيهات من القيادة يعني كانت لا تقبل التكهنات، انه صحة المواطن وصحة المقيم سواسية هي الأولوية في البداية. فكانت الرسائل بفتح العلاج وبتهيئة القطاع الصحي بكل المقدرات التي لدى الحكومة، صرفت مبالغ يعني كبيرة في 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 إعداد القطاع الصحي من والحصول على الأدوات التشخيصية والأدوات العلاجية والأدوات الآن يعني في مرحلة الحصول على اللقاحات إن شاء الله. أيضا أضيفت حوالي 60% من أعداد الأسرة يعني الاي سي يوز ذات ICUs العناية الفائقة. فهذه كلها أدت إلى ولله الحمد أنه عدد الحالات كان يعني معقول جدا، وعدد الوفيات بقدر ما نحزن على كل من فقد يعني خلال الجائحة هذه، إلا أنه ولله الحمد معدل الوفيات مقارنة بالحالات كان متدني مقارنة بدول المقارنة. ونعتقد أداء القطاع الصحي السعودي في كل الأحوال من أفضل يعني دول تنعد على أصابع اليد، ويشهد بذلك منظمة الصحة العالمية والعالم. هذه ليست شهادتي أو رأيي الشخصي. بالإضافة إلى ذلك كان فيه يعني تركيز على أن نحافظ على الاقتصاد، ليس فقط السلامة والصحة ولكن أيضا الوظائف. فكان في تركيز قوي في البداية أن يكون في يعني حزم تحفيزية قاربت من 200 مليار ريال ضخت في الاقتصاد في الوقت المناسب وللقطاعات المناسبة في المملكة. ركزنا على حماية الوظائف وبالذات للسعوديين، فتحنا الاقتصاد بعد ما سيطرنا على انتشار الوباء بتراتبية ممتازة جدا. فبالتالي انكماش الاقتصاد بالرغم من الأزمة البترولية وانخفاض أسعار النفط كان أقل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي في بداية الأزمة كما أعلن السنة هذه. والحمد لله يعني أنا أعتقد أنه مع الاقتراب من وجود الأمصال أنه إحنا بنطلع إن شاء الله من عنق الزجاجة بإذن الله، ندعو الله رب العالمين يحمينا ويحمي الأمة إن شاء الله من هذه الغمة. المرحلة القادمة طبعا هي تسريع إجراءات الإصلاح اللي هي جزء أساسي من رؤية المملكة 2030. وهذه كما ذكرت أنا في السابق أنه استغلينا فترة 2030 للتعجيل وليس يعني إبطاء مسيرة الإصلاح. فإن شاء الله سنة 21 بتكون سنة انطلاقة قوية في مجال الاستثمار. هذا قطاعي أنا إن شاء الله، جاهزين لإطلاق قطاعات يعني كثيرة، قطاع السياحة، قطاع التعدين بعد النظام الجديد، قطاع الطاقة المتجددة بيطلق
زخم أكبر بما فيما أعلن مؤخرا عن مشاريع الهيدروجين. البرامج الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر بدأت ترسي عقود جبارة وكلها بتبدأ تأخذ حيز التنفيع. صندوق الاستثمارات العامة بعدما ضخ به من رؤوس أموال سيطلق مشاريع كبيرة وبكل زخم كبير في دعم الاقتصاد. كل هذه بتكون في بيئة استثمارية جديدة فيها تنظيمات جديدة، فيها مناطق اقتصادية خاصة وفيها محفزات للاستثمار. أنا كان بدي أسألك تحديدا معليك على موضوع إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والترتيبات لذلك. أيضا نود أن نسمع منك أكثر على كيف تسير الأمور بالاستثمارات الخارجية، استقطاب الاستثمارات الخارجية، أين نحن من ذلك الآن؟ طبعا اللي نستهدفه في الاستثمارات الخارجية هي استثمارات نوعية مختلفة. المملكة بنت استثماراتها في السابق على قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المرتبطة به، وكان عندنا قيمة تنافسية كبيرة جدا قد تكون ألهتنا عن بعض الإصلاحات التي تجعلنا منافسين أكثر في القطاعات الأخرى. أدركنا ذلك وبدأنا في رحلة الإصلاح وأطلقنا أنظمة كثيرة، بعضها أطلق وبعضها قريبا سيطلق، بما فيها نظام استثمار جديد سنطلقه من الوزارة، نظام شراكة القطاع الخاص والعام PPP Law، نظام الإفلاس، نظام الملكية الفكرية، إصلاحات نظام العمل والعمال، الليبر لو، كلها يعني تم إطلاق الكثير منها. وكما ذكرت في حوافز، من هذه الحوافز هو تصميم مناطق اقتصادية خاصة في عدة مناطق في المملكة معنية بقطاعات محددة. فبتكون في بعض المناطق للقطاع اللوجستي والصناعي، منها بيكون مناطق للقطاع المالي الخدمات المالية، منها بتكون مناطق للخدمات الإلكترونية والرقمية، منها مناطق بتكون للخدمات الإبداعية ويعني القطاع الإبداعي والشباب ورواد الأعمال، ومنها طبعا السياحة والثقافة وما إلى ذلك. فكل واحدة بتكون متخصصة، حوافزها بتكون مخصصة، أنظمتها الداخلية ونظام الشركات فيها بيكون معني بحماية واستقطاب ذلك القطاع. ومنها قطاع قد يكون للهيلث كير يعني للصحة والبايوتكنولوجي. فكما ذكرت كل قطاع بيكون معني باستقطاب مستثمرين معينين المحليين والدوليين ودمجهم مع بعض في شراكات إن شاء الله يكون فيها الخير. إن شاء الله بيكون فيها الخير للجميع. الإطلاق ستطلق كل هذه المناطق مع بعضها ولا شيء إدارة؟ لا بتدرج وكل واحدة حسب جاهزيتها، لسنا مستعجلين، ولكن إن شاء الله تخرج في الوقت المناسب بعد الإعداد الجيد، بتكون من الأفضل في العالم بإذن الله. إن شاء الله في التأني السلامة. شكرا جزيلا لك معالي خالد الفالح. شكرا.